أطلق صباح اليوم بقاعة المحاضرات بالجامعة الكبير للملك فيصل مدير إدارة الدعوة والدعاة فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان أعمال الدورة الشرعية الثانية للبنين. حضر المناسبة العديد من المشايخ والدعاة وأولياء أمور التلاميذ. تقرير محمد حسن أدم. تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد وعبر منبر الأطفال يتكلم، افتتحت حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية الدورة الشرعية الثانية للبنين، وذلك تحت شعار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، حيث ابتدأت المناسبة بآية من ذكر الله الحكيم فكلمة تنويرية من قبل الأمين العام لحلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية. اليوم نشهد وجوه جديدة لهؤلاء التلاميذ الذين يتلقون المعلومات الشرعية في مختلف المواد الإسلامية بدءا من العقيدة الإسلامية، يأخذون رعاة ثمينة في مذهب الإمام مالك بن أنس، وكذلك يأخذون معلومات في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدير الدعوة والدعاة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ صالح محمد رمضان من جهته أشار إلى أهمية هذه الدورة في التنشئة الاجتماعية السليمة لأبناء المسلمين. لابد أن نبين له المراحل التي يجب عليها أن يعرفها وهو صغير، المراحل التي يتابعها في الدنيا هنا قبل أن ينتقل إلى الآخرة، ولابد أن نبين له بأن هذا الوطن أمانة، وهذه الأمانة تحتاج الحفاظ عليها. هذه أمور واجبة على الآباء وعلى الأمهات أن يعرفوها أولا، ثم يعرفها الصغير من ابنه. ونشير إلى أن فعاليات هذه الدورة الشرعية ستستمر لمدة أسبوعين كاملين ولصالح 200 من الأطفال.